على ارتفاع 34,000 قدم تستعد طائرة الخطوط الجوية المحلية من طراز بوينغ 747 للهبوط التدريجي في مطار باراكودا الدولي. على متن هذه الطائرة كيفن وارسو الذي غاب عن بلاده لأكثر من 15 عاماً. أنا سعيد بكل للعودة إلى المنزل. إنه أول يوم في رمضان، ولا بد من أن الناس لطفاء في هذا اليوم كونها مناسبة دينية مهمة. لقد اخترت هذا اليوم تحديدا لأعيش تلك الأجواء بينهم. من البوابة الجنوبية للمطار يخرج جميع الواصلين وعلى رأسهم كيفن الذي وقف بجانب المرشب دي ليمارس التشهير مثل أي مواطن عادي. عندما كنت أشير رأيت سيارة تتزين باللون الأبيض والأصفر وقد أحدثت دخانا كثيفا وراءها، وشخصا آخر يخرج من الباب يد واحدة كأنه شمبانزي لدغات دون أن ينفنك منها. هذا ما كنت أتمناه حقا. بسم الله عليك خيرك، اركب بسرعة يا طيب. بمجرد ركوب كيفن الإيفيكو دعس السائق دون أن يعطي اهتمام إن كان كيفن قد جلس أم لا. حسب دراستي العلمية لهذا من دراستي العميقة للزيارات الغير مدروسة، رأيت أن هذا الفتى لو أنه اختار أي يوم في السنة كانت الصدمة أقل، لأن هذا اليوم بالذات الأول من رمضان هو اليوم الذي يكون فيه الناس الأكثر عدائية على الكوكب. آي. يحاول كيفن إقناع نفسه أن هذا من الشوائب ولا ينطبق على الجميع. حتى شاهد شيئاً جعله يعيد التفكير في الأمر. وأنا في الطريق رأيت دعكة على القطران، رجلان صائمان يتدالفان في شهر رمضان. ما هو سبب ذلك الدلف؟ لم ينتهي ذهول كيفن عند وصوله إلى المحطة. دلف آخر ودعكة أخرى لأبسط الأسباب. ولكنه استطاع الهروب بغرابة شديدة. الزول ده لا يعرف هذا المسكين أن هذه كانت البداية، فقد جاءته في الريش، فكل الذي رآه الآن حمادة، والذي سيشاهده حمادة آخر تماما. ينسى كيفن ما حصل سريعا بسبب المناظر التي يشاهدها أمامه، فهو مغرم بها. ولكن ليس طويلا. كنت أستمتع بتصوير هذا المكان الرائع عندما جاءني ذلك الشخص الغريب فجأة وقال لي هل معك تصريح يا طيب؟ ثم فرط علي أبا الخوصة وصرغ كاميرتي وركني كانشو. ينسحب كيفن خائفا غير مهتم للكاميرا. الغريب الضاحك مجدداً يزيد من متاعب كيفن. بعد مرور ساعتين على وصول كيفن وفي الجانب الشمالي من المدينة
يدخل كيفن المنطقة الخاطئة له. هيئته وهو بالحقيبة لا توحي بشيء إلا أنه مسافر. اذهب غادي، اتركه لي. فرصة لا تفوت للبعض. ميلانو نفر ميلانو. العالم كله يمر بأزمة بسبب كثرة السفر بالطائرات، لأنها الوسيلة الأسرع والأسهل. نام السوق نوعا ما على أهل المحطة البرية، فهم في أمس الحاجة إلى ركاب مهما كلفهم الأمر. بعد صراع مرير من أجل البقاء، فر كيفن بعيدا بأعجوبة. يجب على كيفن أن يبحث على سبيل للتخلص من كل هذه المخاطر. بعد تعرضي للبطح فكرت في وسيلة تبعدني عن متاعب هؤلاء الصائمين العدائيين، ولوهلة رأيت محل تأجير سيارات، فخطر في بالي فكرة استئجار سيارة جيدة والذهاب إلى حيث شئت. المعروف أن جواز السفر هو فقط للسفر، ولكن هنا الأمر مختلف تماما. يستأجرون به فيل الزفاف وخيمة العزاء وكازان أو سقالة. هل تنتهي متاعب كيفن الآن؟ مرت ساعتان من الوقت منذ استئجاره السيارة. يتوقف الآن ليتأكد من خط سيره نحو منزله القديم. ربما لم يكن قراره صائباً. إنها محطة العمال. حين توقفي في موقف للسيارات ليتأكد من الموقع، رأيت أشخاصاً لا أعرف من أين أتوا يحدقون في زومتي، وفجأة اندلفوا داخل السيارة بسرعة البرق. من هؤلاء؟ أنا لا أعرف. بعد ابتعاده عن المحطة ليس أمام كيفن إلا الوثوق بتطبيق المواقع لإيصاله لبر الأمان، ولكن التطبيق لا يعرف كيف يقام العزاء هنا. كيفن في ورطة الآن. التطبيق الأحمق لم يقل لي أن هناك عزاء أمامي، ولكن كيف يغلق أحدهم شارع رئيسي بسبب عزاء؟ إن عيني متورمة من بنية صاحب الكانتيرا السوداء. أعطيه ده. كتب لكيفن عمر جديد، والرجل الضاحك يزيد من متاعبه. تطبيق تحديد المواقع يتبع المسار الطبيعي، ولغياب القانون استولى الناس على ذلك المسار، وكيفن يدفع الثمن دائما. لن ينجو هذه المرة. ثلاث ساعات وكأنها سنوات. وقت الإفطار اقترب، وهناك من يريد الأجر دون أن يعرف التفاصيل. إفطار الصائم أجر كبير، وهذا هو أول يوم. لذلك رأيت ذلك الفتى وأصريت أن يفطر عندي ويكسبني أجرا كبيرا، وهذا من حقي. لقد كره من أمامي هيكيوم بدون حرج، وأنا أيضا أريد الأجر وأريد أن أفطر صائم. أصبح يكره وأنا أكره، وهذا غير معقول يا أخ الجد.
الله أكبر الله. وصلا إلى اتفاق أخيراً، يجب عليهما مشاركته في الأجر. مثلما كانوا عدائيين في التعامل، فهم عدائيون أيضاً في الكرم. لم يختر كيفن إلا قرار العودة، أما الباقي فقد كان مساراً إجبارياً.